علامة فارقة لمطار مسقط الدولي الجديد الذي سوف يستوعب 20 مليون مسافر سنوياً خلال المرحلة الأولى من افتتاحه، على أن يرتفع الرقم إلى 56 مليون مسافر سنوياً في مراحل قادمة. المطار أريد له أن يكون عالمياً فكسب الرهان. مبنى المسافرين يتكون من ثلاثة أجنحة تتوفر بين ردهاته كافة الخدمات للمسافرين، بل يتربع في جانبه العلوي فندقاً يحوي 90 غرفة، حيث رسم تصميمه ليراعي التوسعات المستقبلية. المطار الذي يضاهي أكبر مطارات العالم تبلغ فيه مساحة مبنى المسافرين 580 ألف متر مربع، ويوجد به 118 منضدة لإنهاء إجراءات السفر من قبل شركات الطيران، بينما يبلغ عدد الجسور الجوية لنقل المسافرين من وإلى الطائرات 40 جسراً. فارس بن جمع الوهيبي من مطار مسقط الدولي الجديد.